أيها مشاهدي قناة النيل الأخبار، أهلا بكم في هذا اللقاء الحصري من داخل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والتي انطلقت على أرضها وميادين الرماية بها أكبر بطولة في العالم للرماية، رماية الخرطوش. هذا الحدث الكبير، كأس العالم لرماية الخرطوش. ما هو معكم سيادة اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي، يتحدث معي حول هذه البطولة وكواليس هذه البطولة. أهلا بسيادتك يا فندم وتهانينا. ربنا يخليك، احنا بنشكركم طبعا على تواجدكم معنا في البطوله ديت، وعاوز اقول انه النهارده بنستضيف بطوله كاس العالم للرمايه. مصر بتستضيف بطوله في اكبر ميدان على مستوى العالم. يمكن لو احنا كمصريين اشدنا بهذا، لكن دول العالم المشاركه بتتحدث عن مصر بالبنيه التحتيه، بالقدرات الكبيره الفائقه في التجهيزات الموجوده في هذه المدينه، بأنها الأحسن والأفضل على مستوى العالم. إذا إحنا وصلنا للمرحلة اللي يجب أن تكون عليها مصر أمام مشاهد العالم أجمع. الحاجة التانية المهمة إنه شهر فبراير كنا برضو مستضيفين بطولة كأس العالم رماية المسدس والبندقية. الاتحاد الدولي لما بيسند إسناد لما يسند بطولة إلى أحد الدول، بيكون هناك دراسة مفصلة عن الأمن في الدولة، البنية التحتية، الاستطاعة ان يستضيف استقبالا من المطار الى الوصول الى فنادق الاقامة الى اقامة المباريات. كل هذا ملفات تدرس وتقارن بعدة دول متقدمة في هذا المجال. فمصر تفوز في استضافة 2 كأس عالم على مدار شهرين فاصل شهرين وفي مدار 3 اشهر. ده تميز كبير جدا للدولة المصرية، وتميز كبير جدا للرياضة المصرية في الرماية خاصة. كل اللي بيحضر وبيشارك بيقول انه هذه المنشأة المتكاملة، سواء بالمعدات وبالأجهزة وبالأطقم الفنية المتخصصة التي تقوم على تنظيم واستضافة هذا الحدث، تعتبر الأمثل على مستوى العالم. يمكن كان لنا زيارة كبيرة جدا من السيد توماس باخ رئيس لجنة الأولمبية الدولية، وكانت في هذه الزيارة قام بزيارة هذه المنشأة. لما زار هذه المنشأة فعلا قال ان مصر قادرة على استضافة دورة العاب اولمبية. احنا فعلا وصلنا الى هذه المرحلة، ولكن احنا لابد من ان احنا نكون نتكاتف ان هذه الصورة تنتقل على مستوى العالم كله في جميع الرياضيات اللي احنا كلنا بنمارسها. الرماية طبعا الحمد لله، يمكن الاتحاد الدولي دلوقتي يوقن بقدرتنا على النواحي الفنية والادارية. باقي الدول بدأت تشيد بهذا، إذا ده يعتبر نجاح من المستويات العامة، سواء من سيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أو من الدول المشاركة، أو الدول التي ترى حفل الافتتاح والمسابقات التي تذاع على الهواء مباشرة. يمكن ده اللي أشاد به سيادتك اليوم رئيس الاتحاد العربي والآسيوي في حضورهم حفل الافتتاح، وأيضا ذكروا نجاح قصة نجاح اللي من شهرين للبطولة العربية والإفريقية اللتان كانتا تغريان في آن واحد. طبعا يمكن الاتحاد النهارده برضه زي ما حضرتك ذكرت، ان وجود الشيخ سلمان الصباح رئيس الاتحاد الاسيوي، ووجود المهندس دعيج العتيبي رئيس الاتحاد العربي والكويت للرمايه، بيدي مثال للقدوه والاتحاد القوي بين الدول العربيه اجمع. والاتحاد دوت بيظهر للعالم انه وقوف مثل تلك القامات في حفل الافتتاح والتواصل مع السيد دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه لمتابعه الدعم القوي من الحكومه المصريه الى الاتحاد المصري للرمايه، ده بيدل ان هناك من يساند القوه المصريه في رياضه الرمايه. وده بيدل ايضا ان امام العالم ان الشخصيات العامه ذو المكانه في الدول الاسيويه او العربيه بتساند الاتحاد المصري للرمايه. ده ناحيه سياسيه ورياضيه كبيره جدا يجب ان نلتفت اليها. سيادة اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي، أشكرك ومزيد من التوفيق، ودائما يا فندم إلى الأمام. شكر ليك وللسادة المشاهدين، وإن شاء الله مصر دائما في تقدم.